مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الثانوية العامة الصف 11، ومع لقاء يتجدد وقسم الدراسات الاجتماعية والفصل الدراسي الثاني الوحدة الأولى تاريخ العالم قبيل الحرب العالمية الأولى، مع الدرس الأول تابع أوضاع أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى الجزء الثالث من الدرس. بداية نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يحترم أو من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وهذه هي قيمة درسنا لهذا اليوم، وهي قيمة الاحترام. بداية دعونا نذكر سريعا بالدرس الماضي. عندنا سؤال يقول: اذكر النتائج المترتبة على الثورة الصناعية في أوروبا. من هذه النتائج: زيادة الثروة القومية واتساعها من التجارة، زيادة عدد السكان نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة والاهتمام بالصحة العامة، زيادة الانتاج الصناعي وبناء المصانع التي حلت محل الورش الصغيرة، تنافس الدول الصناعية على أماكن المواد الخام. السؤال التالي، وهو أيضا من النقاط الهامة في الدرس الماضي: ما النتائج المترتبة على قيام الثورة الفرنسية؟ من هذه النتائج كما ذكرنا في الدرس الماضي أعزائي الطلاب: إحياء مبادئ الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية والتعليم المجاني والمساواة. 2، سيطرت فرنسا على أجزاء كبيرة من أوروبا، وذلك نتيجة للحروب النابولونية. 3، أو النقطة الثالثة: كتابة أول دستور للبلاد لكي يقر بمبدأ الفصل ما بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية. النقطة الرابعة من نتائج الثورة الفرنسية: ظهور النظام الإقطاعي، النظام الجمهوري، وانتهاء عهد الملكية المطلقة. بعد ذلك أيضا تذكير بالدرس الماضي: ما هي العوامل التي أثرت على أوروبا في القرن 19؟ ذكرنا الجزء الأول وهو الثورة الفرنسية، ثم الثورة الصناعية، ثم مؤتمر فيينا، ثم نمو الروح القومية. واليوم مع درسنا الخاص أو الجزئية الخاصة بدرس اليوم، وهو مؤتمر فيينا. أهداف الدرس: 1، أن يفسر الطالب أسباب عقد مؤتمر فيينا عام 1815 الميلادية. 2، أن يعدل الطالب قرارات مؤتمر فيينا عام 1815. 3، أن يستنتج الطالب التغييرات أو التغيرات التي طرأت على خريطة أوروبا بعد مؤتمر فيينا. بعض المصطلحات التي تأتي في الدرس وهي مؤتمر فيينا والثورة الفرنسية، وهذا مصطلح يعتبر درسناه في الدرس السابق. الهدف الأول: أن يفسر الطالب أسباب عقد المؤتمر أو مؤتمر فيينا عام 1815 ميلادية. الشكل يبين صورة أرشيفية للمؤتمر الذي عقد في فيينا بالنمسا عام 1815 ميلادية. المؤتمر كتمهيد لهذا الأمر، لم يكتفي نابليون بونابرت، وهو أحد الشخصيات التي أثرت في أوروبا في القرن 19، لم يكتفي بأنه وسع حدود فرنسا، بل أخذ يغير معالم الدول الأوروبية الأخرى بما يتناسب مع مصالحه الشخصية أو مصالح دولته فرنسا. وبذلك نرى أن خريطة أوروبا السياسية زمن نابليون تختلف اختلافا كبيرا عما كان عليها أو ما كانت عليه ما قبل الثورة الفرنسية.
وذلك بيأتي نتيجة هيمنة أو سيطرة فرنسا على الأمور بشكل واضح، وهذا الأمر أحدث عدم توازن سياسي في قارة أوروبا، وأيضا هذا كان سببا أو تعارض مع مصالح بعض الدول الكبرى خاصة إنجلترا وروسيا، الأمر الذي أدى إلى اجتماع الدول الأوروبية في فيينا عاصمة النمسا لبحث أوضاع القارة. طبعا ده جزء من المؤتمر أو تفاصيل المؤتمر. كان القادة الذين اجتمعوا لأول مرة في عام 1814 لصياغة تسوية كان من شأنها إنهاء تلك الحروب، مصممين على منع تكرار حدوث أي من هذه الحروب مرة أخرى. وتعرف المبادئ التأسيسية كلها التي أسفرت عنها هذه المفاوضات باسم نظام فيينا، وهي إشارة إلى مؤتمر فيينا الشهير الذي انعقد على مدار من 1813 إلى 1814، حيث لم يثمر الاجتماع الذي دام لأشهر طويلة بين أهم ممثلي السياسات الخارجية لأنظمة أوروبا السياسية سوى عن جزء صغير من القواعد التي حددت نظام فيينا، إلا أنها عززت كثير من الروح التي أدت إلى حالات التعاون الملحوظ خلال العقود التي تلت ذلك. ثم بعد ذلك نمو الروح الوطنية وغيرها في أوروبا. عزيزي الطالب، استعمل الكتاب صفحة 11 واقرأ المعلومة الإثرائية عن نابليون بونابرت. نلاحظ من خلال المعلومات التي أمامكم أنه ولد في 5 أغسطس عام 1769 ميلادية. كان زعيم عسكري صعد خلال الثورة الفرنسية وأصبح جنرال في سن 24 عاما. والجنرال تعني يعني قائد حربي عسكري مخضرم كبير في سن 24 عاما. بنى إمبراطورية كبيرة وحكمت معظم أنحاء أوروبا القارية قبل انهيارها النهائي عام 1815. كان له دور كبير جدا، دور بارز في نمو الروح القومية في إيطاليا وألمانيا. طبعا الروح القومية كمصطلح بيعني اتحاد الدول أو اتحاد أو حركة سياسية فكرية بتدعو إلى إقامة دولة تكون موحدة بتجمعها بعض الروابط، منها اللغة ومنها التاريخ ومنها الشعور المشترك. نأتي إلى أسباب عقد مؤتمر فيينا عام 1815. ما الأسباب التي أدت إلى عقد هذا المؤتمر؟ رقم واحد، تحقيق السلم داخل أوروبا بعد الاضطرابات التي خلقها أو خلفتها الثورة الفرنسية وحروب نابليون. تعديل خريطة أوروبا السياسية بسبب هيمنة وسيطرة فرنسا على أجزاء كبيرة جدا من القارة. النقطة الثالثة هي المطالبة بإعادة الأسر الملكية القديمة إلى الحكم، أي نظام أو إعادة نظام الملكية إلى الحكم. نأتي إلى سؤال أسباب اختلاف خريطة أوروبا السياسية عن ما قبل الثورة الفرنسية. كما ذكرنا هي بسبب هيمنة أو سيطرة نابليون بعد حروبه النابليونية على أجزاء كبيرة من القارة وتغيير أوضاع أو أنظمة الحكم بها. الأسباب اللي دفعت زعماء أوروبا إلى عقد هذا المؤتمر يعني رغبة منهم في عودة خريطة أوروبا إلى ما كانت عليه قبل هيمنة فرنسا على أجزاء كبيرة من القارة، كذلك عودة الحكم القديم السائد قبل الثورة الفرنسية. برأيك ما هو تأثير الثورة الفرنسية والحروب النابليونية على أوروبا؟ كل منا له رأيه، تستطيع أن تعبر عن إجابتك عن هذا السؤال بحرية مطلقة ونحترم آراء الآخرين، ولكن طبعا كان لها تأثير كبير على تغيير خريطة أوروبا، وخاصة أن فرنسا سيطرت على أجزاء كبيرة من القارة. هنا سؤال، تم عقد مؤتمر فيينا عام، طبعا اختار الصحيح عام 1815، بما تفسر عقد مؤتمر فيينا عام 1815؟ يعني كان له أسباب.
الأسباب اللي هي يعني طبعا إعادة فرنسا لحدودها، وإعادة أنظمة الحكم، ووضع بعض الدول إلى تحت سيطرة دول أخرى. فالزعماء أو زعماء الدول أرادوا يعني تغيير أو إحداث توازن سياسي في القارة. الهدف الثاني، قرارات المؤتمر في صفحة 15، تستطيع عزيزي الطالب أن تلخص هذه القرارات. دعونا يعني ننفذ أو نقوم بإجراء عملية يعني استراتيجية اكتشاف الخطأ. أوجد الخطأ في القرارات التالية طبقا لقراءتك. بعد دقيقة من قراءتك لقراءات مؤتمر فيينا، تستطيع أن تكتشف الأخطاء التالية. الجملة الأولى أو القرار الأول، إعادة ألمانيا إلى حدودها قبل قيامها بعملية التوسع. هنا نلاحظ أن الجملة أو النقطة الأولى بها خطأ، ليست ألمانيا ولكن، أحسنتم، إعادة فرنسا إلى حدودها الدولية قبل قيامها بعملية التوسع، لأن القضية كانت تخص فرنسا وليست ألمانيا. النقطة الثانية، إعادة أنظمة الحكم التي كانت سائدة في أوروبا قبل الثورة البلشفية. نلاحظ أن الثورة ليست البلشفية ولكن الثورة الفرنسية. وضع النرويج تحت حكم السويد، وضع بلجيكا تحت حكم بولندا، وضع جنوب إيطاليا تحت حكم النمسا. يتضح لنا أن هناك خطأ في هذه الجملة. وضع النرويج تحت حكم السويد إجابة صحيحة، ولكن وضع بلجيكا تحت حكم هولندا وليست بولندا. كذلك وضع شمال إيطاليا وليس جنوب إيطاليا تحت حكم النمسا. دعونا نجيب على هذه الأسئلة. قرارات المؤتمر ذكرناها، أنظمة الحكم التي كانت سائدة قبل الثورة الفرنسية أيضا ذكرناها في الشريحة الماضية. هل حقق المؤتمر بتلك القرارات رغبات الشعوب في تقرير المصير؟ أرى أنها لم تحقق، ولكنها أعادت أنظمة الحكم اللي كانت سائدة، الحكم الدكتاتوري. أيضا وضع بعض الدول بشكل قصري تحت حكم دول أخرى، ونهب بعض الثروات الطبيعية من هذه الدول. من قرارات مؤتمر فيينا، وضع شمال إيطاليا تحت حكم قرارات مؤتمر فيينا، وضع شمال إيطاليا تحت حكم، من يتذكر شمال إيطاليا؟ يبقى تحت حكم النمسا. الهدف الثالث، يستنتج التغيرات التي طغت على خريطة أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى. تعلم بالأقران. حاول عزيزي الطالب صفحة 15 من خلال خريطة يعني استنباط وضع الخريطة قبل الحرب العالمية الأولى. يتضح لنا من مفتاح الخريطة بالخط أو اللون الأحمر حدود الاتحاد الألماني، اللون الأخضر إمبراطورية النمسا، اللون الآخر بروسيا، وبعدها اللون الأصفر مملكة ساردينيا، سافوي، وبيدمونت. هذه أو هذا الشكل كان قبل الحرب العالمية الأولى. ما هي التغيرات التي حدثت؟ هناك بعض الأسئلة، هل حقق المؤتمر آمال وطموحات الشعوب في مبدأ الاستقلال؟ نستطيع الإجابة بأنه لم يحقق المؤتمر هذه الآمال، بل أعاد الحكم الدكتاتوري السابق. برأيك هل حققت قرارات المؤتمر إحلال السلم داخل أوروبا؟ أيضا لم يحدث ذلك، لأنها وضعت بعض الدول تحت سيطرة دول أخرى. ماذا كان يحدث إذا حقق المؤتمر مبدأ الاستقلال لكل الدول الأوروبية؟ طبعا سوف يسود الأمن والعدل والمساواة، ولم تقم الحرب العالمية التي استمرت لأربع سنوات وراح ضحيتها أكثر من 60 مليون شخص. اقتطع الاتحاد الألماني أجزاء من الإمبراطورية طبعا النمساوية،
التغيرات اللي طرأت على خريطة أوروبا بعد مؤتمر فيينا، طبعا إعادة أنظمة الحكم وإعادة فرنسا إلى حدودها الدولية، ووضع بعض الدول مثل النرويج تحت حكم السويد وبلجيكا حكم هولندا، وأيضا وضع شمال إيطاليا تحت حكم النمسا. هناك سؤالان بالواجب المنزلي ينبغي عليك عزيزي الطالب أن تعيد تشغيل الفيديو مرة ثانية وتجيب على هذه الأسئلة. الأول، بما تفسر عقد مؤتمر فيينا عام 1815 ميلادية؟ الثاني، عدد قرارات مؤتمر فيينا عام 1815. في النهاية أشكركم لحسن الاستماع، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.